مرة أخرى نعود ونلتقي اليوم ونناقش قضية الشائعات وأثارها على المؤسسة العسكرية وجنود وضباط الجيش المصري. سيادة اللواء سامح سيف الهزات، كنت حضرتك عايز تعقب على ما قلت. بالنسبة للسؤال في حضرتك بتاع السمع والطاعة في الإخوان المسلمين والطاعة في القوات المسلحة، الحقيقة بس في جملة قصيرة مش هطول فيها قوي، يعني هناك فرق كبير جدا بين الاثنين. الفرق الأساسي هو الهدف، أن جماعة الإخوان المسلمين عندما تعطي التعليمات لمن يتبعها فيستمعون ويطيعون بهدف حاجة واحدة، هو هدف علو أهداف وتحقيق أهداف الإخوان المسلمين عن مش الدولة، يعني حتى لو كانت أهم من أهداف الدولة فهي تعلو وتسمو بأهدافهم حتى لو كانت ضد أهداف الدولة أو ليست مع متفقة مع أهداف الدولة. أما القوات المسلحة، الطاعة هنا وليس هناك سمع، والطاعة هنا هو تنفيذا للأمر. تنفيذ الأمر هنا بيعمل حاجة واحدة، هو تحقيق مصلحة الدولة ولا غيرها. هذا هو الفرق الكبير، انك انت هنا بتعلو وتسمو بتحقيق اهداف جماعه حتى لو كانت متضاربه مع الدوله ولا تتفق معها. الناحيه الثانيه هو تحقيق حاجه واحده بس، هو امن الدوله واهداف الدوله وسمو الدوله. طيب لكن انا حضرتك ما كملتش، اتفضل. لكن في سؤال حضرتك استاذ مصطفى من شويه، حضرتك قلت له ان هناك جماعه دعويه مصريه من حقها كل المقدمه اللي سيادتك قلتها دي، بس انا حقيقة كنت عايز اضيف عليها حاجه. اتفضل. أن هذه الجماعة الدعوية المصرية التي لها حق التعامل والعمل في العمل السياسي هي جماعة غير قانونية حتى هذه اللحظة. هذه الجماعة ترفض تقنين أوضاعها. أنا أتساءل، وإذا كانت حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسي، هم اللي بيقولوا الذراع السياسي لهذه الجماعة، الجماعة نفسها غير قانونية وترفض تقنين أوضاعها حتى يومنا هذا، وأنا أتساءل لماذا؟ إذا كان هذا الحزب وهو الذراع السياسي لها بني على باطل، يعني هو إذا اللي دخل الانتخابات، سيادتك قلت إنها دخلت انتخابات وخدت وسوت وهتكسب تاني، إذا دخلنا الانتخابات أؤكد لك هتكسب تاني وهتكسب بفارق كبير، لأن إحنا عارفين بيكسبوا إزاي. لكن اللي بقول لسيادتك عليه أنه لماذا لا تريد جماعة الإخوان المسلمين حتى هذه اللحظة تقنين أوضاعها وتعمل تحت سلطة الدولة وتعمل تحت سلطة أجهزة الدولة التي تستطيع أن تقول لها من أين جئت بهذه الأموال؟ وأين تصرف فيها؟ لماذا يرفضون؟ هذا سؤال الحقيقة، يعني أنا يعني بستغرب إذا كانت الجماعة هي المهيمنة على الساحة السياسية فلماذا تخافون؟ خايفين من إيه؟ ما تروحوا كده تقولوا أيوة أدي الورق بتاعنا وإحنا دي الجماعة عايزين نقارن أوضاعها وجهاز مركزي أي ده حد في الدولة تعالوا شوفوا ورقنا سليم وصرفنا سليم وحساباتنا سليمة. مش ده سؤال برضو ولا إيه؟ سؤال مهم. أنا بس كنت عايز أضيفه بس لهذا التعليق الحقيقة. دكتور معتز، في يعني الدكتور البرادعي معروف عنه أنه رجل الدولة المدنية، رجل ليبرالي، في تصريح للدكتور البرادعي بيطلب فيه بنزول الجيش وقيامه بلعب دوره الآن في البلاد. ممكن تشوف لنا النص التصريح عشان يبقى عندنا التكست بس عشان ما نكونش إيه من الذين يتعسفون أو يلوون يعني إيه الأعناق الحروف والكلمات. هو قال ايه بالضبط الدكتور البرادعي؟ حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية وبيتكلم فيه انه حزبه لن يشارك في انتخابات سورية، وبيتكلم عن انه هذه رسالة يعني للشعب هنا وخارج مصر ان هذه ليست ديمقراطية، وانه في يعني اعادة تدوير لنظام مبارك، وانه في تعذيب واختطاف وانعدام العدالة الاجتماعية كما كان موجودا في العهد السابق، وان الانتخابات ما ينبغيش انها تجرى في ابريل المقبل لان المجتمع فيه انقسام او استقطاب شديد، والبلد من مصر في طريقه الى الفوضى الشامله وعدم الاستقرار، وساعتها سيكون تدخل الجيش امر منطقي لتحقيق استقرار البلاد يعني. واوضح الرئيس حزب الدستور انه اذا كانت مصر على شفا الافلاس واذا كان القانون والنظام غائبين فانه على الجيش واجب وطني للتدخل. اقف بقى هنا واقرا السطر ده لو سمحت بتركيز. وانه على الجيش فانه اذا كان القانون والنظام مصر على شفا الافلاس، اذا كانت مصر على شفا الافلاس والقانون والنظام غائبين فانه على الجيش واجب وطني للتدخل، مؤكدا ان المشكله الاساسيه هي ان جماعه الرئيس ظلت 80 عاما في المعارضه والان اسكرتهم السلطه. هل حينما يدعو رجل يؤمن بالدوله المدنيه ورجل ليبرالي الجيش الى التدخل ده بيعني لك ايه؟ بيعني انه في ازمه حاده، وانه ما وصلناش للنقطه اللي مسماها نقطه التوازن السياسي اللي بيكون فيها مراكز قانونيه مستقره. ما نجحتش جماعه الاخوان المسلمين في انها
تطمئن الخائفين، مع ان ده كان مطلب شعبي من اول يوم، وهم الحقيقة في البداية يعني انا كنت اتوقع اي حد في 90 مليون مصري يدعو الجيش للتدخل الا الدكتور البرادعي. يعني لو في طابور هيبقى الدكتور البرادعي اخر واحد، لان الدكتور البرادعي تاريخه مع المؤسسة العسكرية حتى كانت علاقة ملتبسة وكانت شديدة التوتر يعني. وطبعا ده جزء تاني من المسألة، انه واضح ان الدكتور البرادعي كفر باللعبة الديمقراطية، بقى بحطها ما بين مزدوجين، واعتبر انه دي مش ديمقراطية. هو اللي بيحصل من ناحية العملية انه في تغلغل من قبل جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في كل مؤسسات الدولة من خلال الانتخابات، واذا هو فقد الامل في انه الثورة دي تأخذ تستحق لقب انها ثورة ديمقراطية، وانما هي ثورة مخرجاتها كانت مدخلاتها كانت ديمقراطية لكن مخرجاتها تسلطية. لكن انا معاش اقول بقى رأيي الشخصي، ده برضو دعوة خطيرة للغاية، لانه كان من السهل انك تتخلص من مبارك، لان هو مبارك كان بيستند القوة المادية اللي كان بتدعم مبارك هو حزبه والشرطة والقوات المسلحة باعتباره ضابط فيها يعني، او ضابط سابق فيها. الشرطة انكسرت، الحزب الوطني عمليا طلع ما يعني ما عندوش ولاء كبير لا للحزب ولا يعني اعضاء الحزب ما لهمش ولاء للحزب ولا للرئيس، انما والجيش وقف على الحياد على اعتبار ان الثوره دي ثوره شعبيه وانه بيؤيد المطالب المشروعه للشعب المصري. احنا بس مش فبالتالي امكن انتزاع مبارك والابقاء على الدوله. هي بس المشكله دلوقتي فين؟ انه انت امام حزب تسانده يعني بجد بجد حرية والعدالة هو حزب ايديولوجي يعني حزب، او على الاقل له جذور عقيدية. فهي المشكلة هنا انك هل تستطيع انك تنتزع الدكتور مرسي من السلطة بتدخل شعبي عسكري ضده من غير ما ترتب على ذلك وجود عدم استقرار اكبر وخسائر اكبر؟ يعني كان من الممكن انك تتخلص من مبارك من غير ما تمس بالدولة، انما هالمشكله دلوقتي هل ماذا لو انك علشان تمص بمبارك وتمص بمرسي هيكون في عدم استقرار اكبر في الدوله والمجتمع، وبالتالي لابد من الحذر جدا واحنا داخلين المدخل ده، لابد ان يكون المساله اقرب الى ضغط على الدكتور مرسي ان يعود الى المربع الصحيح للرئيس جمهوريه ديمقراطي، مش ان احنا نحط نفسنا في مواجهه شعب في مواجهه شعب لان ده مخاطره هتبقى كبيره جدا. ست اللو الحقيقة ليه تفسير على اللي سيادتك تفضلتي بيه، وهو ان الدكتور بعد ممكن يكون اخر واحد في الدنيا يطلب هذا الطلب. فسيادتك تسأل ايه السبب؟ انا اعتقد عندي من وجهة نظري الشخصية، قد اكون مخطئ او مصيب، ولكن ليه تفسير في هذا الكلام او اجابة على هذا التفسير لسيادتك طلبته. اعتقد ان ما قاله الدكتور بردعي وهو امامنا موجود زي ما قاله الدكتور معتز يجيء في اطار انه علم واستمع للكثير من اراء الشعب المصري. كلنا اللي قاعدين على الترابيز دول سمعنا هذا الكلام في الشارع، يقول لك فين الجيش، الجيش مش هينزل، الجيش هينزل. انت كلنا سمعنا، انا هذا ليس نداء مني للقوات المسلحه ان تنزل، ولكن انا بقول لحضرتك هو زي ما احنا سمعنا وزي ما هو سمع ان هناك مطالب في الشارع بتطلب ذلك. هو تحدث باسم الناس حتى اولا يعني بيكسب شعبيه نتيجه ان هو بيتحدث بايه اللي ماشي في الشارع دلوقتي، وبالتالي ده الشارع عايز كده، فهو بيقول بيترجم ما نبض الشارع الى وسائل الاعلام، لان مش كل الناس في الشارع يستطيعوا انهم يتكلموا في الاعلام. دي نمره واحد. نمره اتنين هي وسيله اعتقد جرس انذار للسلطه، يا جماعه الانتخابات الجايه دي، هو اصلا كان بيتكلم في اطار الانتخابات واطار الفوضى المتوقعه في الانتخابات، وبالتالي بيقول هذا الكلام، بيقول خلي بالكم ان البديل هيبقى كده، ده الناس طالبه كده. وبالتالي هو لما بيتحدث بلسان الناس بينور لمبه حمراء للسلطه، بيقول لهم يا جماعه الشعب بيطالب بهذا، خلي بالك الكلام ده تردد كثيرا في الاخر، يبقى احنا بنتكلم على ان الحل الاخير اذا كان هناك بقى فعلا نهايه لما يحدث، اذا كان هناك كارثه قد نصل اليها في النهايه نتيجه ما يحدث في المجتمع من نواحي اقتصاديه وسياسيه وانشقاق وانقسام كل اللي احنا عارفينه ده كله من غير ما نعيده، فيبقى الملاذ الاخير هو القوات المسلحه، حتى لو كان ذلك على غير رغبه الدكتور البرادعي، ولكنه يتحدث بما يستمع اليه في الشارع واللي كلنا سمعناه. انا رايي ان في عده متغيرات كانت وراء كلام الدكتور برادعي، زي ما انت حضرتك تفضلت الدكتور برادعي من الصعب عليه ان يدعو مره اخرى الى عوده حكم الجيش. راجل ليبرالي وله رؤيه وعبر عنها اكثر من مره، وكنا امام نخبه متعدده الوجوه والمنابع السياسيه كانت تعتبر في هذه اللحظة في 12 أغسطس أن من إنجازات الرئيس مرسي أنه كما كانوا يقولون أنه أسقط حكم العسكر بعد 60 عاما. ما الذي حدث الآن؟ ليس الدكتور البرادعي وحده، ولكن أيضا حتى شباب كانوا قد يهتفون ويقودون مسيرات تطالب بإسقاط ما يسمونه بحكم العسكر
كانوا يقفون منذ أيام أمام دار القضاء العالي ويطالبون بعودة الجيش لتسلم السلطة مرة أخرى. المتغيرات: واحد، أصبحت النخبة التي تتحدث بهذه اللغة في مقدمتها الدكتور بردعي على يقين بأن جماعة الإخوان ستظل على نهجها الإقصائي واستبعاد الآخرين وعلى نهجها الدكتاتوري والاستبدادي وعلى بناء دولة الإخوان اتساقا مع مفهوم عقيدي يتحدث عن دولة الخلافة. كل الاستبدادي وهم وصلوا عبر الصندوق ومن جاء أنا أتحدث عن الممارسة. لا أنا بتكلم عموما، يعني من جاء بالصندوق لا يذهب إلا به. أنا أتحدث عن الممارسة. المشروعية ليست فقط في صندوق الانتخابات. تشارل دي جول في يوم من الأيام عرض نفسه أمام الشعب، يعني كان جاي بصندوق انتخابات. المسألة أنك أقسمت فأنت تحنث بالقسم، ضد الدستور، ضد القانون، ضد القضاء، ضد مؤسسات الدولة. فده متغير وقناعة عند الناس ثبت أن الإخوان لن يتغيروا ولن يستجيبوا ولن يستمعوا إلى صوت الآخرين، وأنهم لا يعيدون إنتاج نظام مبارك وبس، لا، ده بأكثر استبدادا وأكثر عشوائية. دي واحد. اثنين، حدوث متغير في الشارع المصري كبير جدا عبر عن نفسه في الفترة الماضية من خلال ممارسات مجلس الشعب، حصلوا على أكثر من 11 مليون، ثم في انتخابات الرئاسة نزلوا لحوالي 5.5 مليون في الجولة الأولى، ثم بعد ذلك أصبحنا نرى الآن أن هناك انحسار في شعبية الإخوان إلى درجة كبيرة، إلى درجة أن الناس أصبحت تحاصر مقراتهم وكل مكان وتطردهم في كل مكان. الأمر الثالث، حدوث متغير دولي. الأمريكان كانوا سند للإخوان في الوصول إلى السلطة، واجتمعوا معهم أكثر من مرة ورفعوا الفيتو الذي كانوا يفرضونه دوما عليهم. الأمريكان الآن أصبح في أزمة حقيقية بين مؤسسة الرئاسة المصرية وبين قادة السياسة الأمريكية. عبرت عن نفسها في أشياء كثيرة، مش هقول في البيانات ولا في غيره، لأنهم في الفترة الماضية كانوا يتجاهلون الطرف الآخر، القوى الأخرى، كان تركيزهم فقط على الإخوان وعلى مؤسسة الرئاسة. لكن لاحظ معي أن الرئيس كان يفترض أن يزور الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية فبراير، طلب منه تأجيلها إلى أجل غير مسمى. أوباما القادم في جولة خلال شهر إبريل القادم سيزور إسرائيل، رام الله، الأردن. انتقادات حادة تعلن عنها الإدارة الأمريكية في مواجهة السياسة المصرية، هذا متغير مهم يجب أن أخذ به. الأمر الرابع، أن البلاد مقبلة على فوضى وعلى إفلاس. لا تحدثني عن أن الجيش يتدخل عندما تنتشر الفوضى وتفلس البلد. هنا لن يستطيع الجيش أن يستوعب حركة القوى المجتمعية ولا الانفلات الذي سيكون موجود في الشارع. بعتقد أن الأربع أسباب دي دفعت شخص بوزن الدكتور البردعي إلى أن يطلب تدخل الجيش، وهو متغير مهم لا يجب الاستهانة به بأي حال من الأحوال، لأن الدكتور البردعي بيعبر عن قطاع كبير من النخبة كان ضد حكم الجيش. ومن ثم أنا أرى أن هذه نقلة نوعية ربما تدفع إلى خطوات أخرى، كما أن كثير من دوائر الغرب التي وقفت مع الجماعة في الفترة الماضية ستأخذ كلام الدكتور البردعي مأخذ الجد. حتى من أسبوعين سنتر أمريكي قال أن الجيش هو صديقنا وحلفنا الوفي منذ سنوات، وأنه ملتزم باتفاقية السلام. أيوة، بعد الاستراحة الإعلانية يستمر الحوار حول هذه القضية الشائكة.